وجدت كلبة صغيرة شاردة ملجأ لها في بريطانيا بعدما صدمها قطار وهزت عملية إسعافها من إصاباتها البالغة مشاعر رواد منصات التواصل في الهند. وقد بترت القائمتان الأماميتان للكلبة البالغة 3 سنوات، وهي أمضت عاما تقريبا تتدرب خلاله على التنقل بواسطة طرفين اصطناعيين، وفق ما كشف لوكالة فرانس بريس رافي دوبي رئيس جمعية People for Animals India. روكي كلبة شجاعة جدا، حتى بعد تعرضها لحادث قطار خطير أظهرت مثابرة وقوة وعزيمة لا مثيل لها. وعثر على الكلبة التي أطلق عليها مسعفوها اسم روكي، وهي مدرجة بالدم على سكة حديد في فريد أباد في 20 أكتوبر عام 2019، وأخذت إلى ملجأ تديره الجمعية التي نقلتها بدورها إلى عيادة للطب البيطري. وخطت روكي خطواتها الأولى بقائمتيها الاصطناعيتين في تموز يوليو، وهي سافرت الأربعاء في طائرة أقلعت من نيودلهي باتجاه لندن.